أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. عندي سؤال كتير مهم، يعتبر واحد من أهم الأسئلة. هل تريد أن تتحرر؟ هل ترغب بالحرية؟ الجميع ينادون بالحرية، حرية الرأي، تعبير عن رأيك، حرية الديانة، حرية المرأة، حريات كثيرة من الحقوق، حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق المرأة وحقوق كثيرة جدا. في ناس بتنادي بالحرية، في ناس بتنشد للحرية، في ناس بتتمنى الحرية، وفي ناس ممكن تعمل كل الأمور بغض النظر بأي وسيلة حتى تحصل على الحرية. في ناس بتمارس السيف والحرب والعنف حتى تصل إلى درجة الحرية. هل هذه هي الحرية اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس؟ أحبائي، الرب يسوع المسيح هو المحرر الأعظم. عندما تحدث في مجمع الناصرة قال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب وأرسل المنسحقين بالحرية. فإذا هو جاء حتى يحرر، حتى يكسر القيود، حتى يفكنا من كل إشكالات ومن كل أمور منواجهها، ولا سيما في هذه الأيام. أنا لست أتكلم عن تحرير أرض ولا تحرير شعب ولا تحرير رأي ولا دين أو إلى آخره. أنا بتكلم عن شيء داخلي، كل إنسان يحتاج إلى هذه الحرية. اليوم في كتير من الناس اللي فعلا مقيدة بروح الحزن، مقيدة بالكآبة، بالخوف، بالغضب. في كتير ناس عندها روح إعياء، خلاص وصلت إلى درجة تعب، مش عم بيقدروا كيف يكملوا اليوم. في ناس عم بيعانوا من روح الانحناء، دايما منحنين، عندهم هموم، عندهم أحزان، عندهم كآبة، ظهرهم انحنى من كتر المشاكل، من كتر الهموم، من كتر الحزن، من كتر الخطية اللي ثقلت كل نواحي الحياة. في ناس مقيدة في أعمال الظلمة، يقول كتاب: ولا تشتركوا بأعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. في إنجيل يوحنا الرب يسوع كان بيتكلم مع الفريسيين وقالوا ليسوع المسيح: نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد قط، ولم نستعبد قط. مع أنه استعبدوا للمصريين واستعبدوا للأشوريين وللبابليين واستعبدوا للفرس واليونانيين، وحتى في أيام المسيح استعبدوا للرومان، طبعا كانوا مستعبدين، لكنهم كانوا بيتكلموا عن حرية داخلية، وهم عبيد يعني لقضية سياسية أو تحت استعمار الروماني، لكن في داخلهم كانوا دائما بيفتخروا: إحنا ذرية إبراهيم، إحنا أولاد إبراهيم. ويوحنا المعمدان من قبل وبخهم أنه الرب قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم، ولكن بكبرياء قالوا للمسيح: لم نستعبد قط، لم نستعبد قط. وأنا عاوز أقول أحبائي كلمات الرب يسوع المسيح، قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. ثم قال يسوع المسيح: فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. اليوم عم نشوف نفس الإشكالات زي ما كانت في سفر القضاء: كان كل واحد يعمل أو عمل ما حسن في عينيه، لا قيادة دينية ولا قيادة روحية ولا حتى قيادة سياسية. واليوم تسمع
الشباب في هذا الجيل بقول لك أنا حر. فالحرية هي ليست أن تفعل ما تريد أو تفعل ما تشاء، ولكن الحرية الحقيقية هو أن تفعل ما يريده الله. إنها الحرية الحقيقية عندما نختبر الولادة الروحية، عمل الخلاص من خلال يسوع المسيح، مش بس بحررنا من خطايانا لكن بحررنا حتى نكون أولاد وبنات للرب، حتى يكون عندنا مركز رائع جدا في المسيح إنه أصبحنا أولاد للرب. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. افتدانا من لعنة الناموس، مكتوب أيضا في ملء الزمان المسيح افتدانا، أيضا افتدانا وجعلنا أولاد بالتبني، وصار عندنا الشرعية والميراث مثل يسوع المسيح. فالمسيح يعمل عمل متكامل. اليوم بتسمع هذه العبارة أنا حر، وكثير من الناس اللي عم تلتجئ لكل أنواع، في كثير ناس صارت آلهة لأنفسها، وكثير ناس التجأت إلى الجحود والكفر، وفي ناس التجأت للأسف إلى الإلحاد الكامل. عاوزين استقلالية عن الله، مثل الغرب مثلا ابتدى على مبادئ كتابية وعلى أساسات كتابية، مشان هيك الرب بارك أمريكا وكندا ودول عديدة من الغرب، لأنه تأسست على كلمة الله. واليوم ابتدأوا يقصقصوا شوي شوي، يعني ممنوع الصلاة في المدارس، ممنوع طبعا تحط أي شعارات كتابية، ممنوع ممنوع، وبعدين صاروا يمارسوا كل أنواع الممارسات اللي هي ضد الله مباشرة، ويقولون للرب ابعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر. فابتدأوا يمارسون الشذوذ الجنسي والإجهاض ومشاكل عديدة اللي بيقول عنها الكتاب البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. حاش لي إن الأمة التي تخطئ عني أبيدها عن وجه الأرض، النفس التي تخطئ موتا تموت، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. إذا الناس بتبتدي تزرع للإثم وبتزرع للشر وبتطالب الله تبعد عن حياتها وتكون مستقلة حتى يمارسوا الخطية ويسلكوا في الأماكن المظلمة، لابد أنه يدفعوا ثمن هذا الشيء. فهذا مهم جدا أحبائي. لكن السؤال، هل عندك الرغبة؟ هل عندك العطش والجوع إلى الحرية؟ هل تريد أن تتحرر؟ هل اتعبت من القيود، من الإدمان، من التقاليد البالية، من الأمور الدينية حتى اللي بتركز على الحرف مش بتركز على الروح؟ هل اتعبت انه كل ما بتحاول تطلب الله وبتتجه هنا او هناك عم بتشوف انه حياتك عم تقيد اكتر؟ في كتير ناس مستعبدة لقيود الشر، مستعبدة للسحر والتعاويذ، مستعبدة للأفكار الشريرة، بنت حصون على ذهنها، وهذه الحصون نحتاج أن تهدم، منها الحزن، منها الخوف، منها الاطمئنان الكاذب باطمئنان على مواعيد أرضية لكلها رايحة تتزعزع. قالوا لم نستعبد قط. تعرفوا أحبائي، في رسالة روميا الإصحاح السادس والآية 13 مكتوب: ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. مكتوب: لأنكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. في نفس الإصحاح السادس مكتوب: لأنه كما قدمتم أعضاءكم
عبيدا للنجاسة والإثم للإثم. هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للقداسة، عبيدا للبر، للقداسة، لأنكم لما كنتم عبيد للخطية كنتم أحرار من البر. فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن، لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. وأما الآن إذ أعتقتم، نلت الحرية من الخطية وصرتم عبيدا لله، فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية. لأن أجرة الخطية هي موت، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. فإذا هذه الحرية أحبائي هي الحرية الحقيقية في يسوع المسيح. في رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطيا الإصحاح الخامس والآية الأولى، اسمح لي أن أقرأ: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. كان عندهم مشكلة، وهي المشكلة إنه في جماعة بعد ما آمنوا في غلاطيا قالوا عشان تكون مؤمن مخلص لازم تختتن ولازم تحافظ على الناموس. وبولس عم بيشرح بقول مش هذا هو الإنجيل، الإنجيل هو الأخبار السارة، الناموس صالح لكن الناموس يظهر خطيتي وبشاعتي، والناموس في نفس الوقت يوجهني ليسوع المسيح، لأنه الناموس لا يخلصني، اللي بيخلصني هو الذبيحة، ذبيحة يسوع المسيح. ثم في نفس الإصحاح يواصل يقول: فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أن لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. في آية 16: وإنما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. هذه الحرية في المسيح يسوع. ثم هاي الحرية هي حرية الروح، الروح القدس، وإنه نسلك بالروح القدس حتى لا تكملوا شهوة الجسد. قال يسوع لليهود في يوحنا 8 إن كل من يعمل الخطية فهو مستعبد للخطية، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. إنها حرية يسوع المسيح، إنها الحرية بقوة الروح القدس، ثم إنها الحرية بقوة الكلمة، وتعرفون الحق والحق يحرر. عندما تعرف يسوع الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، والذي قال كلامك هو حق، والروح القدس هو روح الحق، فعندما تختبر قوة كلمة الله، تختبر حضور يسوع، تختبر عمل وقوة وسلوك الروح القدس في حياتك حتى لا تكمل شهوة الجسد. إنها أحبائي قوة الكلمة التي تحررنا، التي تنظفنا. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليه. ثم هذه الحرية هي حرية بقوة الصليب. في نفس الإصحاح، إصحاح 6 مكتوب: أحبائي عالمين هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه، مع المسيح، ليبطل جسد الخطية. ثم يواصل ويقول: كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. عمليا هون عملية موت، لما الإنسان بموت مع المسيح يتحرر، لأنه لا يستطيع أن يقيد وأن يستعبد للخطية. فإذا صلب هذا الإنسان العتيق، صلب معه. في غلاطيا الإصحاح 2 والآية 20 قال بولس بالروح القدس: مع المسيح صلبته،
فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. في غلاطية 5:24 الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. غلاطية 6:14 وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. فلاحظ صلب الإنسان العتيق، صلب الذات، صلب الأهواء مع الشهوات، وصلب مزدوج العالم بالنسبة لإلي. خلاص صار مات، ما عادش يأثر علي قوة العالم، وأنا بالنسبة للعالم أنا مت، فخلاص أنا مع يسوع المسيح. الإنسان بيتحرر بقوة محبة يسوع المسيح الشافية. الإنسان بيتحرر من التقاليد، من الإدمان. يمكن اليوم أنت مدمن، عندك إدمان على الشهوة، عندك إدمان على الكحول، عندك إدمان على المخدرات، عندك إدمان على الشرور، عندك إدمان للمناطق المظلمة. اليوم الرب يسوع عاوز يحرك. اليوم أنت استسلمت للحزن، استسلمت للخوف، استسلمت للطمأنينة الكاذبة، استسلمت للانحناء، استسلمت للحزن والهم والإعياء. المسيح يحررك اليوم. المسيح جاء بحررنا من كل نجاسة، من كل شراسة، من كل تعاسة. المسيح بحررنا من الخطية، بحررنا من التقاليد البالية، التقاليد اللي صارت أحمال أعباء علينا. المسيح بحررنا حرية كاملة حتى أنت وأنا نكون أولاد وبنات بالرب. وهذه القوة أحبائي تفعل وتشغل بقوة الإيمان. مهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. هل ترغب بالحرية؟ هل عندك شوق داخل انك تعيش سعيد وتنام وترتاح؟ هل عندك الشوق انك انت تكون منطلق مش مقيد بأصفاد وأغلال وقيود العبودية؟ إن رسالة المسيح هي رسالة الحرية، رسالة الشفاء الداخلي، هي رسالة حتى يرفعنا ويحررنا. بتذكر في أحد الأيام لما كنت في إحدى ساحات مدينة الرقة اللي هي كانت عاصمة داعش، وقالوا لي في هاي الساحة بسموه سوق النخاسة كانوا يبيعوا البنات اليزيديات. للأسف احنا بنتكلم عن القرن 21، ولكن أحبائي البلد اتحررت والبنات اليزيديات اتحرروا من القيود لأنه كانوا رابطينهم في سلاسل. لكن حرية المسيح إلى أمور أبعد. حرية المسيح مش بس بحررنا من السلاسل، لكن يحررنا حتى يرد اعتبارنا وكرامتنا ونكون أولاد وبنات للرب. هذه هي الحرية الحقيقية اللي وضعها يسوع. اليوم في كتير ناس عم بتحط قوانين اللي هي بتغيظ الرب، اللي بتقود العالم للظلمة. لكن قانون المسيح هو بريح، اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم لأنني رهين وحملي خفيف. السؤال، هل أنت مقيد بالشهوة، بالعنف، بالشراسة، بالنجاسة، بالحزن، بالكآبة، بالخوف؟ هل تريد أن تتحرر؟ بسيطة، قل له يا رب اليوم أنا بعلن أنه عاوز أحط ثقتي في كفارتك. أنت مت لأجلي حتى تحررني وأخذت مكاني ومت بديلا عني. صلي، أقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ،
غسلني بدمك الكريم يا رب واقبلني لمجد اسمك. هل تريد أن تتحرر؟ خلي كلمة الله تسود على حياتك، تمتلك حياتك. ابتدي اقرأ كلمة الله، كلمة الله بتحررك. ابتدي تسلك في يسوع بقودك إلى الحرية. تمتلئ من الروح القدس بحررك من الخوف والهم والتعاسة وكل الظروف الصعبة اللي بتمر فيها. قل له يا رب حررني، كسر القيود في حياتي، طلعني من الظلمة اللي أنا فيها، اغفر لي خطاياي وأنا بغفر لكل من أساء إلي. إذا محتاج لمساعدة روحية اتواصل معنا، شارك هذا التأمل مع الآخرين حتى كمان إنهم يعني يستفيدوا من هذا الشيء. أحبائي، قال بطرس الرسول: لأن من غلب منه أحد فهو مستعبد له. من إيش مغلوب أنت اليوم؟ قال يسوع: فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. الرب يباركك.